طيب في حاجة كمان، في بيقولوا لنا برضو ان في استاذ دياب 11 89. 89 استاذ دياب 89، يعني انا السنة 11. طب هو يعني انا بشوف هنا السنة في عنده شوي صعبة، مش انه قوية كتير بس صعبة شوية، ممكن حالة النفسية كمان يتصدق بالنسبة استاذ دياب بارقامه، انا بحكي مش ابرج هنا سبيشالي خاص اكتر، يعني يتصدق اكتر استاذ دياب. سنة انا بعتبرها سنة ياخد باله على معدته اكتر، كوكب عطارد يعني تتقمص، تتقمص العذراء، هو هيتقمص العذراء، برج العذراء، يعني ياخد باله شوي من المعدة، ياخد باله من الـ الـ يعني ياكل ملينات اكتر للمعدة، للعصب المعدة، هالامور كتير يحافظ على المعدة. لكن سنة انا بعتبرها تجارة، ممكن ينجح في التجارة، يعني يشتغل في التجارة وفيها لقاءات اجتماعات كتيرة. في عنده منصب، انا ببشره كمان بالمنصب لأستاذ دياب، في عنده منصب. طب دكتور رئيف، عندنا أستاذ محمد 7 12 86 86 ولا 76؟ 86 1 12 7 12 قوس. طبعا قوس هنقول أنا قوس. القوس 87 كم؟ 87 87 أنا ببشره للأستاذ الاسم هو أستاذ محمد. أستاذ محمد ببشره 86. طيب 86 لا هو عنده يعني في تغييرات على كافة الأصعدة، من ناحية إيه بقى؟ ممكن السفريات، ممكن يكون عنده مثلا علاقات مهمة، حيكون صيته حيلمع، نجمه حيلمع أكتر، يعني شيء مهم، عنده شيء بيتعلق بالأخوة، بالجيران، بالأخوة، في حاجة ممكن يبدل عربية، يشتري عربية، يعني في عنده تغييرات كثيرة في الموضوع. السوشيال ميديا حيكون مميز جدا أستاذ محمد بالسوشيال ميديا، في طاقة حلوة إيجابية. سفريات كثير عنده، حيكون تنبؤاته حتزداد أكتر. في معني أشياء كثير، هو مثلا برج القوس متنبئ بطبعه يعني. أيوة، وفي عند أي متنبئ القوس فعلا. وعنده فرحة من أولاده الأستاذ محمد، يا إنجاب يا في فرحة من أولاد، في سنة الحظ عنده، يعني تحقيق أمنياته، أنا شايف تحقيق أمنياته جدا جدا، سنة اللي ينبسط فيها، يعني سنة البسطة الأستاذ محمد. هي أنا شايفها. بس هو القوس عامة، إذا بنحكي عن برج القوس عامة، في عنده تغييرات في عمله أول 5 شهور للأفضل، أو زيادة وزن مثلاً. أطمن أطمن وما أطمنش. أيوة، وقوي مناعته. أطمن الشغل وما أطمنش زيادة وزن. وقوي مناعته شوي، واخد باله على نقطة ضعفه وظهره. ظهره حقيقي حقيقي. يعني النص الثاني طبعاً أنا ببشر برج القوس بعد 25/5 في الارتباط، في الزواج. هنحضر فرح. إن شاء الله. هنحضر فرح. لا برضه لا. إن شاء الله. في ارتباط عنده برج القوس مميز إن شاء الله. في توقيع عقود عنده برج القوس، مهمة جداً العقود. شهرة سمعة، يعني حيلمع نجمه كتير بالقوس بالنص الثاني من السنة إن شاء الله. إن شاء الله. وأعتقد عنده سفريات كتير برضو. في سفريات كتير، بس ياخد برج القوس، يعني في سفريات بس، يعني خصوصا إذا بدي يسافر بدي يدرس أمور السفر. يدرس أمور السفر. هلا القوس بس ياخد باله 2.5 سنين بسبب زحل عنده في بيت العقارات، في بيت الرابع، يعني هون عنده شوي بيع شراء عقار، سفريات، شيء يتعلق في الجنسيات مثلا. الهجرة، الهجرة مثلا من أبراج القوس، ممكن يكون عندهم هجرة كده، بس هون لازم يدرس أمورهم بدقة بالسفر والعقارات. طيب نكمل بقى باقي الأبراج. باقي الأبراج عندنا العذراء مثلا. العذراء يبدأ من 23/8 بينتهي 22/9. العذراء حيكون مميز جدا أول 5 شهور بموضوع الطلاب اللي بيدرسوا شهادة جامعية، حيحققوا النجاح التام بإذن الله إذا بيدرسوا شوية والحظ واقف جنبهم. اللي عنده مشاكل بالقانون والقضاء حيكون لمصلحته. اللي عنده ممكن حابب يطلع عمره او حج حيكون مناسب جدا، وممكن يسافر. حلو. في سفريات عمره او حج، انا شايفه هنا للعزرائيين اول 5 شهور مميزه جدا. طبعا التجار اللي بيشتغل في البزنس، التجاره الخارجيه حيكون مميز اول 5 شهور. النص الثاني حيكون عنده ترقيه وسمعه لبرج العذراء، منصب، هيحقق المنصب والحاضنه الاجتماعيه الحلوه ان شاء الله، وارتباط مثلا كمان من ناس مستوى عالي في المجتمع. العذراء ياخد باله من توقيع العقود مثلا، 2.5 سنين عنده يدرس العقود قبل ما يوقعها، يدرس البنود اكتر، يدرس جوازه كمان، ممكن يكون عنده جواز، لازم يدرس الامور من قبل اللي ما يعني يخطب، يدرس خطيبته او هي تدرس خطيبها. اللي متجوزين يحذروا من الانفصال، من الطلاق. 2.5 سنين ممكن زحل حيتعبهم ببيت الزواج، ممكن يتعبهم، ممكن يضغط عليهم، هنا لازم يصبروا، زحل يعلمهم الصبر، يعلمهم المسؤوليات حتى تمشي امورهم. طيب بمناسبه بقى العذراء، انتوا قلتوا لي 27 كام يا جماعه استاذ حليم؟
27/8/77 اسد. ده اسد؟ اه كله 77 سبحان الله. 7/8/77 اسد، برج الاسد. ده علم الارقام ولا؟ لا الاسد 27/8 27/8 عذراء 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 العذراء 77 طبعا. لا هلا العذراء نحن حكينا عن العذراء عامة، لكن إذا بدنا نحكي على الأرقام على الأرقام، يعني الأرقام يعني السنة اللي داخل عليها ياخذ باله كثير من موضوع يعني خفقان القلب، ظهره، رجليه، دول نقاط ضعفه السنة الجاية. هو مش شرط يحصل مع الأستاذ حليم، دي نقاط ضعفه، لكن أنا شايف يركز على لون الذهبي الأصفر. حياكل حلويات طبعا يعني حياكل حلويات أكتر، يعني هينجذب لأكتر، يعني هو حظه الذهبي السنة الجاية. بس أنا بقول متقمص برج إيه؟ متقمص الأسد. الأسد دكتور رئيف، ممكن تشرح كده للناس إيه هو علم الأرقام؟ علم الأرقام نحن هون وقت بنتهي واحد سنته بوقت، يعني أنا بخلص عيد ميلادي مثلا زي الأستاذ حليم مثلا ب 27/8 هنا، بس خالص تاريخه بيدخل في 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 برج، يعني في برج تاني بعلم الأبراج بعلم الأرقام. هو هون انتقالات، هو دخل ب 2024 من عيد ميلاده، مش مستنى للأبراج للسنة للسنة. تمام. هون هي بالنسبة لعلم الأرقام، وكل واحد له يعني شفرة تبعته بأرقامه بيشكي من إيه وتقمص برج إيه. هلا هو طبعا عذراء تقمص الأسد مثلا، تقمص الأسد، لكن هو السنة اللي جاية يعني 24 نحن فيها دلوقتي، السنة يعني 24 هي سنة صعبة شوية على أستاذ حليم، مش بمعنى خطرة، لكن هي لازم كمان يعمل طاقات إيجابية وياخذ باله على صحته وعلى اهتمام بأموره. في عنده ممكن تغيير بمكانه في مؤسسة، ممكن يشتغل في سفريات، ممكن يكون عنده، وفي عنده تحقيق أمنيات جدا جدا وفلترة أصدقاء كتير. طب دكتور احنا عندنا أستاذ حسن 5/8/76 محسن. محسن 5/8/76 هو أسد طبعا، برج الأسد. نحن حكينا على الأسد بس هنحكي على الأرقام. 76 هو حيكون سنة مميزة عنده كتير بالنسبة لأستاذ محسن، لأني أنا شايف يعني مميز جدا، لأن السنة اللي فاتت أنا بعتبر 23 كانت صعبة عليه الأستاذ محسن، تعب كتير بحياته، كان في مشاكل، أحداث كانت محزنة شوي، ممكن دخل مستشفى حد كان، يعني أنا شايفة كانت 23 من الأرقام كانت غير مريحة نهائي، لكن هو حاليا داخل على سنة رائعة جدا، سنة الابتهاج، سنة الصفحة جديدة، بدايات جديدة عنده، وممكن في سفريات، وممكن في، أنا بقول هنا عنده تحقيق الذات وانتهاء من المشاكل، وسنة من أروع السنوات عنده بإذن الله. وحيتقمص أسد مع أسد، يا رب. برج الأسد مع الأسد. طب يعني نصيحة بقى أخيرة لكل الأبراج، يعني نعم. لأن كل برج أكيد يعني محتاج كده نصيحة، زائد أن عايزين نطمن الناس على مصر. تمام، عشان انت طمنتني وقلت لي حاجات حلوه. ايوه حلو قوي السؤال ده، عايزين نطمن بقى. هلا نحن بنقول اول حاجه بالنسبه لنصيحه للابراج، انا شايف الابراج كلها كويسه، لازم نصبر ونتفائل، تفائلوا بالخير تجدوا. اي حاجه ممكن تيجينا المصاعب الحياه اللي عم نكون فيها نحن، لازم نصبر. وزحل نحن مش هيرحمنا، بمعنى مش معناته انه نتشائم، لا مش معناته زحل خلينا نتشائم او كذا، نحن لازم نتفائل. اي المصاعب كلتنا كل سنه فيها مصاعب وفيها الحلو والوحش، لكن نحن وقت نتفائل والصدقه والصلاه وهالامور كلها حتساعد طاقه ربنا، يعني يكتب ما يشاء ويمحي ما يشاء وهو عنده ام الكتاب. زي ما بقول نحن اليوم نعمل اللي علينا والباقي لربنا. بس انا شايف انه النصيحه للابراج كلها كويسه، نتفائل ونتصدق ونصلي. اما بالنسبه لمصر الحبيبه ما شاء الله خير، في خير، في اكتشافات، آثار، طبعا هي كل سنة في اكتشافات بسم الله ما شاء الله، لكن أنا شايف السنة حتكون مميزة جدا، في اكتشافات مميزة جدا جدا إن شاء الله، في تكنولوجيات كتيرة داخلة على مصر وعلى الدول العربية بالذات، مثلا ممكن أوتوبيسات على الطاقة الشمسية، حاجات على الطاقة الشمسية تشتغل، تباشر تشتغل، ممكن نقول مثلا التكنولوجيا هتتزهر اكتر بسبب 20 سنه لقدام. ليه؟ لان طلع بلوتو من الجدي دخل على الدلو، الدلو هو كوكب الاورانوس، كوكب التكنولوجيا والعصر الحديث، في تطورات كثيره هتحصل للعالم كله، اختراعات مثلا العقارات، السرطانات، اي حاجه، في حاجات كتير تطورات
اكتشافات انابيب غاز في دول عربيه، في حاجات كتير كتير حلوه يعني. امين يا رب، سنه كلها خير ان شاء الله. بنقول ان شاء الله. دكتور رئيف احنا بنشكرك حقيقي، نورتنا ودايما منورنا. الله يخليك استاذه زميلي، تسلموا لي يا رب. نورتنا بجد يا دكتور، كل سنه وانت طيب وسنه خير وسعاده على حضرتك. وعلى حضرتك يا فندم.